نحن هنا نمثل الجهة الممثلة للإسلام، ولن نرضى ولن نرضى أن نكون معكم في هذه الصالة ونرى قيمنا الإسلامية تمس. لن نرضى. وعليه أولا هذه العبارة التي وردت في مقدمة فقرة النهوض بالمرأة، والتي تقول أن تعايش التقاليد والشرع الإسلامي حد من مبدأ مساواة المرأة، نحن نطالب حذفها فورا الآن وتقديم الاعتذار للمسلمين، وإلا نحن ننسحب. وأنتم تعلمون لدينا منابر، إننا منابر الجمعة هناك، نلم كلكم كلكم نلم هناك، وهناك نعرف ما نقول. نحن لن نرضى أن تأتي مجموعة محدود الثقافة تتطاول على الإسلام. من الذي قال لهم أن الإسلام حد من مبدأ المساواة؟ بل الإسلام قدم المرأة في بعض الأحيان على الرجل. اسألوا الناس. أنا أتحدى أي نظام وأتحدى أي دين آخر غير الإسلام أن يقول لي أنه كرم المرأة قبل أن تولد. الإسلام كرم المرأة قبل أن تولد، افهموا جيدا، قبل أن تولد. اقرأوا قول الله إن شئتم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدم المرأة في هذه الآية على الرجل. قال العلماء ما قدم الله سبحانه وتعالى الإناث على الذكور في هذه الآية إلا أنه يريد أن يشير على أن الإسلام كرم المرأة، لأن قبل مجيء الإسلام أن الشخص إذا ما رزق بمولودة بنت يغضب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذه هي كانت حالة المرأة قبل الإسلام. عندما جاء الإسلام قال لا، يهب لمن يشاء إناثا. الإسلام كرم المرأة وهي طفلة، وهي طفلة. رسولنا يقول الإنسان اللي عنده بنت بنتين أو ثلاثة علمها، الذين ينادون لتعليم المرأة، الرسول قال علمها وأدبها وأحسن تأديبها وزوجها زاحمت كتفه وكتفي في الجنة. هذه المرأة وهي بنت. الإسلام كرم المرأة وهي زوجة. وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الإسلام كرم المرأة كأم. في واحد من صحابة الرسول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له من أحق الناس بحسن صحبتي؟ يا تلي ينبغي أن نحترم أبوي ولا أمي؟ هذا قال له الرسول، قال أمك. ثم كرر السؤال مرة ثانية قال له أمك. كرر مرة ثالثة قال له أمك. في المرة الرابعة قبل قال له أبوك. كل هذا يأتي مجموع، تأتي مجموعة محدود الثقافة، الذين لا ينفتحون على الآخر، الذين لا يقرؤون. نحن أمة اقرأ، نقرأ أي كلمة نبعثها خط، نقرأ لثقافتنا ونقرأ لثقافة غيرنا ونعلم أن نضع الأشياء على أماكنها. أنا أطالب بصفتي ممثل من جهة المسلمين أن أطالب الاعتذار الرسمي للمسلمين، لأن هذا متعمد مش ترجمة أو خطأ، لأنه قال الشرع الإسلامي. الشرع الإسلامي يختلف عن الريليجيون. الشرع الإسلامي. نطالب بحذف هذه الفقرة الآن، وإلا ننسحب كما انسحب رؤساء الأحزاب الأمس. وعندنا هناك منابر. لا تقاطعوني سيلوبلي جي أديب لابد يصير أي سيبور دي سيلوبلي فقط لكم فقط لكم
Vous avez trois minutes. Je parle. J'ai le droit de parler, monsieur. Je suis là ici pour défendre notre point de vue. Je suis pas là ici pour vous applaudir. Et je ne le ferai jamais. يا أخي تحدثون عن الميراث ميراث ميراث في جاء في نفس الفقرة من المسلمين قال لكم أنه لا يريد الميراث عن المسلمين قلنا لا نريد الميراث دعونا وشأننا نحن نريد الميراث هذا شرعنا وإخواتنا بالأمس في المسيحية ماذا قالوا كل ما جاء في الإنجيل خط أحمر ونحن نقول علنا كل ما جاء في الإسلام وكل ما جاء في القرآن والسنة النبوية وتعليم الفقهاء خط أحمر والله أنا جلست مع سيدات غير مسلمات صرحنا لي وقلنا لي علنا في إحدى الجلسات والله لو وجدت بعض المجتمعات ما أعطى الإسلام للمرأة لكفى نحن نعرف ثقافة الآخرين واحدة تفقد زوجها وتغلق عليها الأبواب لا تجد ولا حتى هي تكون من التاريخ بالنسبة للمعاهدات الدولية وأختم بها المعاهدات الدولية اللي أنتم تطالبون وقانون الأسرة يا جماعة نحن سنين كنا بنعاني من قانون الأسرة قانون الأسرة دي ما نطبقها قانون الأسرة دي ما نطبقها بهذه الطريقة اللي موجودة هذا الكلام قلناه قبل 10 سنوات مدام كلاريزا تيلا مينيستر جبرجي أمان قاعدة مشينا مع لغاية السنغال قلنا لهم رأينا واحد كل ما يمس الدين الإسلامي نحن لن نكون طرفا فيه ولن نرضى الأسرة ما هي هل أنا أقول للإخوة في الصالة مفهوم الأسرة هل كون امرأة مع امرأة وتتبنى ولد أو رجل يتزوج رجل ويتبنى لهم ابن هيكون أسرة وهذا أيضا متضمن في هذا في البروتوكولات الدولية الآن ممكن زواج المسلم موجود لم نرضى لهذا ما تخشونا طبقونا لكن منابرنا قاعدة هو سيروك بابا